انه قبل نهاية شهر ايلول كل اصحاب الموتورات الخاصة يفترض انه يركبوا عدادات ويشيلوا ديجونتر. هذا الامر اكيد ما عجب اصحاب الموتورات. تاني خبر هو عن انه حزب الله تسلم الاسير احمد معتوق اللي كان عند داعش، وبهيدا التسليم انطوى ملف التبادل بين حزب الله وداعش. تالت خبر هو عن انه السفارة الامريكية طلعت بيان طلبت فيه من رعاياها عدم التوجه لاماكن معينة لاسباب امنية، ومن بين هيدي المطارح كازينو لبنان. إدارة كازينو لبنان كمان طلعت بدورة بيان وقالت فيه أنه الكازينو مكمل بعمله وبإجراءاته الأمنية اللي بتحفظ سلامة رواده.